نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. نعود. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آخر حديث وقفنا عنده في باب فضل الزيارة، وهو أن رجلاً ممن كان قبلنا زار أخا له في قرية، فأرصد الله عز وجل له ملكا في مدرجته فسأله يعني ما تريد، فقال أريد أخا لي في هذه القرية. فقال هل لك أو هل له عفوا من نعمة تربها علي؟ قال لا، إلا أني إني أحبه في الله. فقال إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. بعد هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. بمعنى كل مؤمن لا بد أن يضمر في قلبه حب المؤمنين، حب أهل الخير، مع تفاوت درجات الحب. الناس لا يكونون كلهم على درجة واحدة في الحب، فتحب هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من ذاك، ولكن المهم أن يكون في قلبك حب لأهل الإيمان، ولا يكون في قلبك ضغينة وحقد وغل وحسد وحب الانتقام وحب ما لا يحبه الله عز وجل لأهل الإيمان، لأن هذا ينافي الإيمان. فلهذا قال المصنف رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، يعني هو لا يكون معهم، لا يكون معاشرا لهم، لا يكون مصاحبا لهم. نحن الآن لما نذكر علماءنا ونذكر القرون الماضية ونذكر الصحابة ونذكر الأنبياء، هل رأيناه؟ هل عاشرناه؟ لكن هؤلاء يجب حبهم ويجب الثناء عليهم ويجب الترضي عليهم، ويحرم أن يضمر العبد في قلبه ضغينة لهم. فقال المصنف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. مثلا أنت تحب زمرة من أهل الإيمان، تحب أهل الخير، لكن تعلم وتدرك مثلا أن هؤلاء الناس أكثر منك عملا وأقدم لفعل الخير وأسبق، وأنت لا تقوى على أن تعمل مثل عملهم، ولكنك تحبهم. كما قال رجل
للحسن البصري رحمه الله قال سبقنا القوم، معروف يعني الحسن البصري رحمه الله هذا كان من صغار التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة، قلة قليلة من الصحابة ممن أدركهم، فهو يعد في صغار التابعين. فقال له رجل سبقنا القوم على خيل دهم. الخيل الدهم هي الخيل المعدة للسباق، يعني كيقول له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سبقونا، ولكن لما سبقونا سبقونا في كل شيء، فكيف اللحوق به؟ أش قال له الحسن البصري الذي كان يشبه كلام النبوة، قال له ما أسرع اللحوق بهم إن كنت على طريقي. فهمتوا هذا المعنى؟ ما علمين راه اللحوق بهم سريع حق بهم، ولكن ينبغي أن نعرفنا على الطريق، لأنه ما إلا كانوا ماشي الضل البيضاء وانت شي طريق النور راه ما عمرك تلاقى بهم، ولكن إلا هما وصلوا للخميسة وانت يلاه درتي الديبار راه ماشي مشكل. يقولوا واحد المال هذا غادي يفهموه الناس ديال العروبية، مول البغل كيحط عفوا كيقولوا مول البغل كيربط ومول الحمر كيحط. فهمتوها ولا نترجمها؟ يعني نترجمها ما جيبش. دابا الناس لما كيكونوا ماشي للسوق شي ماشي على الحمر عزاكم الله ياك، شي ماشي على البغل، شي ماشي على الكيدار، وبطبيعة الحال كل واحد وحمارو كل واحد وكيدارو كل واحد. هذوك الناس اللي عندهم الكيدار مثلا ولا البغل معلف مزيان كيمشي كيخلي الاخو مورا كيقول لك مول البغل كيربط، بمعنى وصل للسوق وحط السلعه ومشى يربط البهيمه، ومول الحمار كيحط حتى وصل. غير المهم لما كيكون عندكم لما كيكون الهدف واحد والطريق واحد غادي تلاقاو. المشكله هي الا كان الهدف مختلف كتعمل على غير الهدى، كي بغيتي تلحق بمن سبقك. فالحسن البصري رحمه الله قال ما أسرع اللحوق بهم، يعني اللحوق بهم راه سريع إن كنت على طريقهم. فرجل عفوا أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمل. دابا حتى الصحابه رضوان الله تعالى ماشي في مسيف مسيد في العمل، طب تحال فيهم السابقون الاولون من المهاجرين هما اللي بدا بهم الله تعالى، دائما هذوك لا احد يصل اليهم، ثم الانصار بعد منهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، العشر المبشرون هذو لا يدرك شأوهم احد، والشيخان اللي هما ابو بكر وعمر هما في راس القائمه، وخلاص ابو بكر هو على كيجي في الاول، وهكذا الائمه. لكن اللي ما عندناش عليه دليل ديال التفاضل من فضلوا هذا على هذا، لكن في الصحابه عندنا مثلا افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم باقي العشره ثم اهل بيعه الرضوان ثم اهل بدر، والصحابه كلهم نجلهم، لكن ماشي كلهم على مستوى واحد في الفضل. أبو ذر يقول يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. أعطيكم مثالا مبينا لهذا الحديث. رجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال لي أنا لما كنسمعك كتدعي وكنسمع معاذ بن جبال يدعو حتى هو ما شاء الله لغه وقاده وشجع وداك الشيء الدعاء ما شاء الله يعني جوامع الكلم. فقال لي انا راه ما كنعرفش هذا الشيء اللي كدير انت وداك الشيء اللي كيدير معاذ، لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. قال لي انت ماذا تقول اذا دعوت؟ قال اسال الله الجنه واعوذ به من النار. قال حولها ندندن. هذاك الدعاء كل اللي كنقول الغايه منه
دخول الجنة والهروب من النار. والصحابة ماشي كلهم كانوا حتى هما كما قلت لك في العمل على مستوى واحد. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم أيكم اليوم أمينكم صائمة؟ فقال أبو بكر الآن توحد من الصبو. قال من اتبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا. يعني أبو بكر كان سباقا للخيل، ومن أعظم المنافسين ديال هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. دوك الصحابة خصنا نحبوهم، واجب علينا حبهم الصحابة والتابعون والتابعون بإحسان، لأن هذوك هما اللي كنفهموا منهم الإسلام الحقيقي، التطبيق المثالي للإسلام هو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فنحن نحبهم ونجلهم ونتواضع عليهم، ولا نحب من يبغضهم، بل نبغضه ونتبرأ إلى الله منه مهما كان. أي واحد مس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأدنى مساس، شي تهمة ولا شي طعن، فنحن نبغضه في الله جل وعلا، ونتقرب إلى الله ببغضه، ونتقرب إلى الله بحب الصحابة رضوان الله عليهم. فنرجع إلى الحديث، فقال ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. إحنا دابا واش نقدروا نوصلوا لعمل الصحابة؟ لا والو، في النفقة والصدقة ما نقدروش، نقدروش أبدا ولا نصل إليهم، ولكن نتقرب إلى الله بحبهم والدفاع عنه. فقال ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله. طيب الحال دابا الآن هذا رأس القائمة، وإحنا كنقول عود على الصحابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الصحابة. فقال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ واحد كيقول لك يا سيدي أنا أحب رونالدو ميسي وأحب، أنت مع من أحببت؟ شوف شوف أنت مع من بغيتي تكون. إذا بغيتي تكون مع زمرة أهل الإيمان راه الحب ديالهم كيأدي لواحد غاية اللي هي رضوان الله تعالى عليه وجنة عرضها السماوات والأرض. حبيتي هادوك هذاك شغلك كلامك. فقال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ فقال إني أحب الله ورسوله. أنا هالحزب ديالي اللي كنحب هو حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ في خارج يعني هذا الصحيح قال راوي الحديث فما فرح الصحابة بعد الإسلام بشيء كما فرحوا بهذا الحديث. لأن حتى الصحابة كان منهم واحد الزمرة كيقولوا احنا ما كنديروا والو، احنا كنقولوا ما كنديروا والو، وهما كانوا كيقولوا ما كيديروا والو. فكانوا يقولوا أعظم شيء نتقرب به إلى الله هو حب الله ورسوله، وبطبيعة الحال حب الله ورسوله لا بد أن يقودك إلى عمل، والناس على حسب حبهم. راه لما إنسان مثلا ما كينوضش للفجر، ولا إنسان ما كيأديش واجب الزكاة، ولا إنسان ما كيأديش واجب الأخوة كما ذكرنا من قبل، وكيقول إني أحب الله ورسوله، حبه هذا فيه خلل، ما نقولش هو كاذب لكن فيه خلل. ما شتي لو صادق حبك لكنت مطيعا لربك، لأن الله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعد منها قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني الحب الحقيقي لو كنت قال الشاعر لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا واضح. فالصحابة أعظم فرح فرحه شنو هو؟ هو أنه أنت مع من أحببت. شوف أنت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. واحد مثلا كيتشبه مثلا كيعلق الصليب على سبيل المثال.
ولا كيعلق نجمه داوود، ولا كيعلق النجمه ديال هتلر، ولا كيعلق مثلا شي شعار من شعار المثليين على سبيل المثال. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بان هاد الناس انت عاجبينك وباغي، ولكن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عما يحبه الله ورسوله. كيديروا؟ يحب الله الصدق، يحب الله الأمانة، الوفاء، العدل، الرحمة، الاستقامة، التقوى، بر الوالدين، إلى غير ذلك من الله تحب هذه الأعمال. ينبغي لك حبها وينبغي لك امتثال والقيام بهذه الأعمال. ثم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ قال عدت. تذكرون مرة قلت لكم أحد المسألة كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في أجوبته، وهو ما يسمى عند الفقهاء بجواب الحكيم. جواب الحكيم له صور، من صوره وما ذكرناه من قبل، كأن يسأل الصحابي مثلا أو صحابة عن فيجيب عن شيء ويزيدهم. صحابة سولوا أنا توضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما سألوش عن الميتة، لكن أجابهم لأنهم سيحتاجون هذا الجواب. أنا الصحابي سأل قال متى الساعة؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا يعلمها، لكن شنو قال له؟ قال له ما أعددت له. وش هو جاوبه؟ عفوا، وش ذاك الرجل الصحابي رضوان الله تعالى عليه وش سول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا رسول الله يعني ما أعد للساعة مثلا؟ لا، هو سوله قال له متى الساعة، ما جاوبوش على الزمن، لأنه سأل عن الزمان. قال له ما أعددت لها، يعني سؤالك غير مهم ولن تستفيد منه. احنا قلنا لك مثلا الساعة نعم سيدي كي ماشي تقوم في 2000 و... عندك شي واحد يمشي يسجلها ويحسبه حسابه غادي تقوم 2683 مثلا. انت احنا دابا عرفنا سيدي الساعة فوقاش تقوم، مع ان الساعة لا يعلمها الا الله. طيب ومن بعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اللي مهم واللي خصك تسول عليه ما اعددت له، لان الساعة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها لا المرسل ولا ملك مقرب، لا يعرفها أحد من الخلق. يعني هذه من الخمس التي استأثر الله تعالى بها يعني علمه، منها علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال لي ما أعددت له. أنت لما تعلم أن الساعة ستقوم، وستقوم في أي وقت الله أعلم، ما كنعرفوش. أهل يقولون من مات قامت قيامته، فهو بدل أن تسأل متى تقوم الساعة قل متى أموت، لأن الموت أقرب من الساعة. يعني ما كاينش شي واحد غادي يبقى بعد الساعة، صافي كل الناس سيموتون قبل قيام الساعة. طيب أنت إذا مت قامت قيامتك، صافي انتهى عملك. السؤال اللي خصك تسول متى أموت؟ طيب الحال متى تموت ما كتعرفش ولا يعرفه أحد. الله جل وعلا هو الذي كما قال وما تدري نفس بأي أرض أنت، وكذلك متى تموت. إني ينبغي أن أعمل للموت، فإذا مت على الطاعة. لهذا المسلم لا يهمه كيف مات، ما يهمش، لكن ليهمه كيف سيموت. والذي ينبغي أن يخشاه هو أن يموت على غير طاعة الله. فالرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، شنو وجدت لهذه السنة، عندك شي عمل؟ فقال هذا الرجل ما أعددت لها من كبير، ما أعددت لها من عمل كبير. صراحة الصحابي رضوان الله تعالى
قال لي انا ما عنديش اجتهاد كبير في العمل، عملي بسيط وقليل، ولكن عندي واحد العمل ارجو ان يكون كبيرا، الا اني احب الله ورسوله، قلبي ممتلئ بحب الله ورسوله. فقال المرء مع من احب، انت مع من بغيتي تكون؟ يعني شكون بغيتي تشجع؟ نهضروا حنا بلغات الكره ياك اشنيني، واخا هادشي ما حنا غير باش يتفهم. الله يعطيكم الخير. ربما احيانا بعض الكلمات ربما كينطق بها الانسان وكتحمل شي محل شي على شي محمل بشي شكل. يعني انت شكون اللي خصك تكون معاه وحاضر وكتحبو وكتنصرو وكتايدو وتموت عليه كما يقال؟ بعض الناس دابا يموت على الكره، يموت نعوذ بالله، ولا شي فرقه تغلبات وهو كيبغيها كيسخف، ولا شي مطرب مات وكيبغيه حتى هو صافي كيتساكي، يقول لك ما بقاش الحياه اصلا النار فاش مات. انا نعطي لكم عائله القدام لان هو الجداد انا ما عارف. النار فاش مات عبد الحليم حافظ ومات ام كلثوم، كاين اللي رمى راسو مسطح انتحر، كيقول لك الان استحلات الحياه ما بقاش الحياه، اش من طعم الان عند الحياه؟ ام كلثوم ماتت ومن بعد كاع. يعني انت حياتك ما معلقاش بالناس يموتوا ولا يعيشوا، انت حياتك معلقه بالله، حتى لو كان قريبا لك من اعز الناس اليك. النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض ازواجه وعلى راسهم عفوا افضل نساء العالمين خديجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها، وبناته من خديجه، مات ام كلثوم ومات زينب، هذو كلهم ماتوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بقت فاطمه هي اللي بقت من وراه، ماتوا اولاد بالذكور في مكه، واخرهم من الذكور هو ابراهيم ابن ماريا القبطيه. صاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الاسوه ديالنا، لما ماتوا ليه الاولاد ديالو وماتوا ليه بعض النساء وماتوا ليه صحابه اعز الناس اليه، صافي وقفات الحياه ابدا. يحزن نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم، قال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون. لكن الصلاه بقات في الصلاه وقتها، والعمل وقته، والجهاد في وقته، والدعوه في وقتها، والامامه في وقتها، كل شيء بقى هو هو. فانت لما تربط حياتك بناس الى مشاو كتستحل الحياه وصافي وكتظلم الحياه، نعم يصيبك صيبك، هذا الشيء خصو يكون مستوى غير لاعب الكره ويكون ها؟ لا يمكن انسان المؤمن يعني خص الله تعالى ميزه وفضله واكرمه باستقامته على هذا الدين، كيوزن الاشياء ميزان حقيقي، ما يكونش عنده ذاك الميزان مختل. فهذا الصحابي لما قال له الا اني احب الله ورسوله، قال انت مع من احب. الان هذا الحب واش هو عمل قلبي ولا عمل قلبي؟ يعني يقدر واحد دابا فينا وانا منكم نقولوا اننا نحب الله ورسوله، ولكن راه الله تعالى مطلع على قلوبنا، عارف الله تعالى هذا الحب اللي حنا ندعو بذاتنا واش هو اللي تحب حقيقي ولا لا؟ واحد النسبه قليله، وانت يمكن كتظن او تخبر بانك تحب الله، بحال اللي قلنا الاسبوع الماضي لما كتقول على واحد الانسان اني احبك في الله. هذه الكلمه راه ما تخرجها حتى توزنها مزيان، عاد نطق بها، عاد قل اني احبك في الله. ما يوليش انت عندنا شعار كنقضيو به وكناكلوا به، لا. الحب في الله هذا ماشي هذه ماشي مصياده، سميت هذيك اللي باش كيصيدوا الحب، لا ماشي صناره كنصيدوا بها عباد الله. الحب في الله هذا عمل نتقرب به الى الله، وهذه من الاعمال التي يذوق بها العبد طعم الايمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة، لا مش المرأة
المرأة غير هي منصوبة هنا شي واحد يحسبه أن يحب المرأة بلا تأنيث لا يحبه إلا لله ما يحبوش لدنيا لأنت مع أنت مع من أحببت طيب ننتقل إلى بنجي هذا صافي تضبط فهم إن شاء الله أرجو الله لي ولكم التوفيق والسداد ثم قال باب فضل الكبير ما معنى باب فضل الكبير أي باب فضل الرجل الكبير والمرأة الكبيرة بطبيعة الحال دائما لما كنقولوا الكبير كتدخل فيه بحال ما كنقولوا المؤمن كنقولوا المسلم ياك راه كتدخل فيها المرأة دابا الا قلنا هاد النصوص اللي غنذكروا في توقير الكبير الرجل امرأة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الله عليه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ليس منا في رواية أخرى خارج الأدب المفرد كيقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أنا هذا حديث ذكر غير جوج كيقول لك الإنسان أي إنسان كاين اللي تحت منه وكاين اللي فوق منه صافي كاين اللي تحت منه في السن وفوق منه في السن كاين اللي تحت منه في المال وفوق منه في المال كاين واحد افقر منك وكاين واحد اغنى منك كل انسان فينا هكا ما كاينش الغنى المطلق لله جل وعلا جيب الان اغنى واحد غادي نقولوا احنا اغنى واحد ملي غادي نحسبوا غادي نلقى شي واحد راه زايد عليه بشي ارقام لابد ولا كان غني في هذه الجهه غتلقاه فقير في هذه لان ما كاينش الغنى المطلق الغنى المطلق لله فكيقول لك الاسلام كيربيك كيفاش تتعامل مع من هو دونك ومع من هو فوقك هذا هو العدل اللي جات به الشريعه قالك الصغير ينبغي ان ترحمه من هو اصغر منك سنا من هو اصغر منك علما دابا انت مثلا الله تعالى اتاك نصيبا من العلم وكاين واحد قل منك تبقى تحتقره ابدا حتى قال سفيان الثوري رحمه الله كيقول لا ينبل الرجل يعني لا يصير نبيلا من النبل حتى يأخذ عن مثله اللي هو مساوي في العلم وعن من دونه اللي هو قل منه في العلم لأن عنده شي علم ما عندكش انت وخا هو قل منك في العلم ولكن عنده شي حاجة ما عندكش انت وعن من فوقه إذا لقيت إنسان كي كيأخذ عن مثله اللي بحال وكيأخذ العلم على اللي قل منه وكيأخذ العلم على اللي كثر منه عرف أنه نبيل وإذا لقيت إنسان لا يسلم لأحد كاين بعض الناس هكذا قالوا وخدش حليه الأدلة ديال الدنيا كاملة أبدا هذا شنو كيكون مستكبر وهذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إثنان لا يتعلمان مستحيم ومستكبر لأن هذا هو رحم بين أهله فنرجع للحديث قال من لم يرحم صغيرنا هذا الصغير هذا خصك ترحمه الرحمة عندها عدة طرق ترحمه بالمساعدة ترحمه بالعطف ترحمه بالإعانة ترحمه بخفض الجناح تنزل ما كيتسماش رحمة ما يمكنش مثلا قولوا مثلا نمسك 50 طفل عنده 10 سنوات ولا 6 سنوات ولا ما تعال بحال مول 50 سنة خصك تنزل عنده تواضع رحمة ما بين الرحمة المداعبة والبسط الرجل الذي جاء عند النبي دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسين رضي الله تعالى معروف هذا كيتسمى تقبيل رحمة سموه العلماء تقبيل رحمة لما كتقبل الأولاد الصغار تقبلهم في الخد ديالهم تقبلهم في الرأس ديالهم تقدر تمزحها وتبوس ليه يديه ماشي كتبوس ليه يديه توقيرا بحال العالم مثلا العالم لما كتقبل ليه يده هذا شنو كيتسمى تقبيل توقير
وأدب واحترام. ولكن الطفل ماشي توقير، رحمة. فهذا الرجل لما دخل وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسن ويدعبوه قال لي تقبلون أنتم أطفالكم؟ تقبلون أبنائكم؟ لا يجب هذا سيدي. قال لي إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال لي وما أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك. دابا هذا عنده 10 ديال الدراري من النهار فاش كيتولدوا حتى كيكبروا ما عمر بس شي واحد ولا قفز، ماشي عادي يقفزو ويلعب به ويجري معاه يروح الطايشه ويمطش معاه ويركبوا يا في الحمار وينقزوا ويلعبوا ويعوموا. لا هذا هي القبله ما عطاهاليش. شتي على باش تعرفوا بان ديننا دين الرحمه المساعده. يعني لما يكون مثلا مريض فمن لم يرحم صغيرنا وقال في المقابل ويوقر كبيرنا. هذا الكبير هذا خصك توقره سواء طيب لو كان هذا الكبير قريبا لك كأب او جد او خال او عام يزداد التوقير. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. يقدر فاش يكبر يعيط لك ما تسمعوش ولا يهضر معاك ما تسمعوش تقول له غوت ما سمعتكش. هذا توقير، هذا ليس توقيرا للوالدين. جي عنده يقدر يسولك فاش يكبر كاع الوالد ولا الوالده يقدر كاع يجي الزهايمر وتبقى تسولك السؤال 20,000 مره. ايوا راك سولتينا مره راه انت فاش كنتي صغير راه هكا كنتي كدير. سميت هذه سميتها الدجاجه. وعلاش سميتها الدجاجه؟ واش كدير هاد الدجاجه؟ وعلاش عند هذاك المنقب؟ لان كيكون وليت خصو يعرف خصو يكتشف. انت كتقول له صافي بركه صافي الدجاجه صافي الدجاجه سميتها الدجاجه. كيكري دين راه كيولي بحال الدراري الصغار. بحال الدراري الصغير اللي على الله بدا كيتعلم يصدم. كتجي انت كتشد ولا شفتي غادي يطيح كتنقص كاع. طيحش. يورا الوالدين فاش هيك فاش هيك هكا غادي يولي بداهم. غتولي صدمه ثقيله ثقيله. ويكون لي مشكله الى هنا. واخفض لهما جناح الذل الرحمة وقل ارحمهما بياني صغير. هذا الحديث راه هو عام خير ديال الكبير ماشي زعما انا جبت لكم الوالدين هما الاولى. ولكن انت الان لما كتخرج مشي للمسجد ولا في الشارع ولا في الحافله ولا في اي مكان ولقيتي انسان كبير اكبر منك راه ماشي كبير زعما حتى يكون عنده 100 عام. كل من هو اكبر منك ينبغي أن تجله وأن توقره وأن تحترمه. علاش؟ لأنه كبر منك. هذا هو الدين، هذا هو الميزان الحقيقي اللي خصو يكون عند المسلم. أي إنسان كبر مني كنحترمه. أحيانا تجد وهذا رأيناه بين بعض أهل العلم كيكونوا جوج علماء وهذا أكبر من هذا. كنشوفوا ذاك العالم اللي هو اصغر سنا كيمشي كيقبل اليد ديال العالم اللي هو اكبر من هذا رايناه. احيانا كيكون في المجلس وما كيبغيش يهضر كيقول ليه تكلم هكذا يقول ابدا. كاين من هو اكبر مني هذا فين داخل؟ في التوقير الكبير. حنا مثلا كيكونوا مثلا مجلس وكيكون فيه واحد من اهل العلم وهذوك اللي جالسين ماشي من اهل العلم وشي مره كيتسول ذاك العالم وكينوض هذا كيجاوب. ما سولوا حد ما سقصى حد ما قال لي حد هضر وهذا من قلة الأدب. احنا كنقولوا إذا كنا من أهل العلم وكان واحد إلا أن يكون هذا من هو أصغر منا سنا أعلم منا فنقدمه لعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. انتبهوا
يعني قد يكون الإمام أصغرنا سنا، علاش؟ لأنه أقرأنا. لكن شوف الآن شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا. دابا هادو بجوج كيقراو زوينين، لكن واحد عنده 15 عام واحد عنده 23 سنة، هذاك مو 23 سنة هو اللي خصو يكون إمام. وعاد كنزيدو عاود كان. فالمقصود بارك الله فيكم كما هذا سيأتينا إن شاء الله، لما جاء وفد عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان بسبب قتل، هذا سيأتينا إن شاء الله في باب يبدأ بالكبير الكبير بالكلام، لما نض واحد كيتكلم وكان أصغر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، كبر الكبرى، يعني هذا من التوكيد، يعني لست أحق بالكلام، هناك من هو أكبر منك، هذا من الأدب. هذا ما نقوله مثلا كيمشي مثلا شي وفد في خمسة الناس ستة الناس مشيو لشي بلاصة مثلا على شي إشكال، في الصغير فيهم الكبير، شكون اللي خصو يتكلم؟ اللي خصو يتكلم هو الكبير، إلا أن يكون من هو أصغر منه أضراب المصلحة وأضراب فنون الكلام، ربما إلا هضر هو تكون المصلحة متحققة. فكيقول من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هنا فليس منا يعني ماشي معناه فليس بمسلم، أي فليس على هدينا، لأن الهدي ديال النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الصغير وتوقير الكبير وإجلال العالم ومعرفة كل إنسان أن تعرف له قدره ومنزلته، هذا هو ديننا. هاد شي باش. ثم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق وفي لفظ ويوقر كبيرنا فليس منا. طيب نحن غير نسرد الأحاديث لأنها نفس المعنى. ثم قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. طيب إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل بعد الأسبوع المقبل باب إجلال الكبير. طيب عندنا واحد ثلاثة الأسئلة.